السلام عليكم. اليوم نعرفكم بإقامة راهي قيد الأشغال على مستوى شارع الميلينيوم اللي تم تغيير التسمية داعه وأصبح يسمى بشارع كوبا بوهران. في يعني تغيير هذا تم في الأسبوع الماضي. إذن في هذا الشارع نعرفكم بهذه الإقامة الرائعة وطراز عصري، يعني طراز جميل جدا. نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول هذه الإقامة اللي راهي قيد الإنشاء على مستوى شارع كوبا إذن في مدينة وهران. إذن خليكم تابعوا. السلام عليكم.